السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي أصدقائي الأحباء في كل مكان، إليكم اليوم روز بالفلفل الخضراء، درتها قطعتها ودك تشوفوا المقادير كيفاش، وبالحوت اليوم درت الحوت، فيه درسة هائلة على طريقتي. يلا من بعد ان شاء الله جابنين وكثروا لي اللايك. يلا مع المقادير ومن بعد ان شاء الله. اليوم كما قلت لكم صديقاتي حبيباتي، الروز ندير كيلة كيلة تاع روز وكيزوش كيلات تاع ماء نغسلهم. وهو قلت لكم يخير الروز بالحوت، هاني عندي الحوت اليوم، درك ننقيه هدايا ونغسلو وندلو التوابل نتاعو، شوفوا كيفاش نطيبو. فوالا طريقة حوريتكم. فوالا بدلو شوية من اللحومات والآخر، الأوميغا 3 مليح في هاد الأيام قبل العيد، باسكو رايحين تاكلو، بطلوا اللحم هاد الأيام، كل ما تاكلو ما والو، كل شيء راني اللي نطيب فيه هاد الايام راني نطيب فيه بلا لحم. قلت ندير شويه حوت هاد الايام باسكو المناعه ناقصه ولا فاتيك، الناس كلها يفاتيكي مانيش عارفه من واش، والسكر طايح واللي عنده سكر لازم يريقلو وهكذا. اعتني بنفسك. يلا من بعد عندي الروز انا غسلته، فوالا شويه ملح شوية زيت شوية برك وشني ياسر معليش. تقلى شوية في الزيت هذاك، نعاود ندلو زوج ماء ونص، زوج لي بول هذوك تاع لي عبرت بهم الروز، ندير زوج ونص باش يطيب على قاني ونقص له الماء. كيقول تج خلاص ما يلا ما يا حبيبة، هذا هو. يلا كي تقلى الروز هكا ندير الماء ونخليه يطيب، ونروح نقي لك الحوت. ما تسجل هذا هو، دوك نزيد له زوج واحد ونص. هاديك الطوماطيش شرحيتو بالبغا واحد كمية وخلاص، قدي قلت هنايا ربيت بصلة صغيرة خلاص، قدك 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 باء فوالا. ربيته هنا، أين أنت يا بون؟ هنايا طوماطيش نديرو هنا، بصلة شوية تاع هريسة فوالا، شوية برك نص مغرف، البنة شوية، ثوم ثوم تعطيها نكهة مليحة، مش ياسر. هنا عندي فلفلة حمراء نديرها هنا هياك، وهنا شوية رند، هاد زوج ورقات رند كسرولي برك. نديرو شوية ملح، ملح داء نهز بيدي باسكو منكم تملحو ياسر، درتو في الروز البلح. هنا ما ديروش ياسر باسكو الحوت راح نديرو تاني في واحد في القارص، ولا شويه هريسه وملح. الوغ هنايا هادي ندير لها شويه زيت زيتون، كان ما عندكمش زيت زيتون ديروا ولا اللي ما يبغيش ولا يدير الزيت العادي سانغو. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الروس نتاع هاني من قصت له النار، ها بدا يجي بدا بدا
يطيب صافي ما صافي شويه هنا وهذا ديال الاخر خاص الصبر كذا تقول انا اليوم انا ما نبغيش شوف الباوي لص او في ساعه يطيب ايوا هذا هو هاوليك ال درت له شويه قارص عصرت هنا زوج هنا القارص هذا ما فيهش الماء ياسر فوالا درت هنا شويه معدنوس ودبشه وهنا درت شويه هريسه ملح ندير لها شويه كمون على راس المغرب باسكو ما يجيش يجي مره ثاني والحوت يجي فيه الكمون مليح هذا غاني قطعته هكذا بسم الله دوك الرصان مشيت تلقو البن فيه مشويه لحم مش عارف ايوا هاديك دوك نديرهم معايا في يشربو مليح داك الخليط هذا واللحم في ديك المرقه نتاع الطوماطيش لاصوص هذيك جاي فوق النار المقله يا حبيبه خليت واحدة كاملة ديكوري بيه انا درت شوية مع النوس ودبشة هنايا حشيش بعد هذه ندير فيها هذيك الحوته اللي بقات نحطها هنا وهذا السمون ديال شويه قطرانا نحطها هنا طيب على غرضه هنايا ترى في ساعه يطيب هو ما يطولش ثاني شرب داك الطوماطيش وديك الدرسه كامله يشربها وني ما قلت لكم درت شويه كمون هنا في المرقه هذه نسيت ما قلت لكمش يلا من بعد صحن التقديم بحول الله يلا الرز نتاعنا وجد هاوليك وجاء هايل يلا هادي الرز المفلفل يا حبيبتي يلا سلامكم في الجنة وخلاص مع هاديك الفلفلة اللي درت لها ما تنسوش الزبدة ديروها في الروز درت له بعد ما طاب درت له شويه زبده باش يجي رطب وبنين يا حبيبه اللي ما يبغيش الزبده ولا يقدر يدير زيت زيتون يدير زيت زيتون خير صحي ومفيد وهكا حط لكم غير شويه برك يلا قال لكم العيد يلا 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 هاوليك بواسون بلون يلا دوق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مها ها جربوه جربوه هايل سامكم في الجنة وخلاص تطولي لايك مفضلكم وهذا صحي و امبلا هايل جربوه جربوه على طريقتي هذه هايله يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته